Je vais vous parler aujourd'hui سأكلمك اليوم عن السياسات العامة والترابط في هذه السياسات العامة، وهذا شرط لا بد منه من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة. بلوغ هذه الأهداف هو حصرا متعلق بالسياسات العامة من أجل إدارة ما هو العناصر المتناقضة والمتوافقة في سياسة ما. تتمتع الحكومات بعدد من الأدوات، منها لتدابير قصيرة الأمد وأخرى لتدابير طويلة الأمد، وهذا بالنسبة لتدابير قصيرة الأمد فهذا يسمى بسياسة اقتصادية بسياسة ظرفية، ويؤثر على النمو والعمالة واستقرار الأسعار والتوازنات الخارجية. ويمكن للحكومات أن تعتمد سياسات مختلفة، هنالك بالدرجة الأولى سياسة الموازنة من خلال زيادة الإنفاق مثلا، فهذا يزيد الاستهلاك ويشجع الطلب ويزيد من نشاط الشركات. فهنالك السياسة الضريبية، فتخفيض الضرائب يزيد من القوة الشرائية لدى العائلات ويشجع الاستهلاك وبالتالي نشاط المؤسسات. وهنالك السياسة النقدية من خلال خفض نسب الفائدة وزيادة كم الاعتمادات، ومن خلال الحصول على قروض تتم زيادة الطلب أيضا. وهنالك سياسات مختلفة تقوم على هيكلة الاقتصادات على المدى الطويل والقصير وتسمى السياسات الهيكلية، وهذه السياسات لها تأثير على نمو القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والخدمات، وهذا يؤثر على الترابط الاجتماعي. ويمكن إذن للحكومات أن تختار أيضا التخفيف من حدة التفاوت، وذلك من خلال سياسة اجتماعية تدخلية، وهذا خيار اقتصادي. وهنالك مثل للسياسة التدخلية الصناعية، ففي بعض البلدان مثلا في الستينات تم إنشاء مناطق حرة للتصدير، وهذا ما حصل في تونس وجزيرة موريس، وما ينتج في هذه المنطقة تفرض عليه تعرف جمركية ذات امتيازات منخفضة، وهذا يشجع على التصدير. وفي مجال الزراعة هنالك أدوات يمكن أن تستعملها الحكومة، مثلا دعم بعض المواد الغذائية، وهذا يسمح بتوفير حد أدنى للمزارع. ويمكن للحكومة أيضا أن يختار خفض الأسعار بحيث يشجع تصدير الصناعة الغذائية. وهنالك سياسات يجب أن تواكب هذه السياسات الداخلية بالنسبة للتدريب والتجديد. وأريد أن أضرب المثل بمربع كالدور السحري، وهو عالم اقتصاد قدم الاستشارة في الستينات والسبعينات لحكومات من الشمال والجنوب، وهو يعتبر أن هنالك أهداف اقتصادية أربعة يصعب التوفيق بينها في سياسة اقتصادية، وهي النمو، العمالة، استقرار الأسعار والتوازنات الخارجية. لنأخذ مثلا تأثير سياسة الإنعاش، فإذا تعلق الأمر بزيادة النفقات العامة أو بتخفيض الضرائب أو باتخاذ قرارات مثلا بزيادة الحد الأدنى للأروج، فهذا سيؤدي إلى العمالة. ويمكننا هنا أن نشير إلى الهدف المستدام رقم 8 الذي يدعم العمالة والعمالة اللائقة، ولكن يستنتج كالدور أنه من خلال الإحصاءات بأن هذا النمو قد يترافق مع تضخم سيضر بالقوة الشرائية للعائلات، ومن جهة أخرى يمكن أن يضر أيضا بالقدرة التنافسية، إذ أن هذا التضخم سيزيد من الأسعار، أسعار السلع المصدرة مقارنة أيضا بالسلع المستوردة. ويمكننا هنا أن نشير إلى الهدف 17 الذي يشير إلى الشركات
العلاقات الدولية، أي التجارة ما بين الدول، وأيضا العلاقات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص. ما لم يأخذه كالدور بعين الاعتبار هو التفاوت الذي يتزايد في الأجندة الدولية، ولا سيما أجندة أهداف التنمية المستهدفة. فمثلا هناك الهدف 10 الذي يتعلق بتقليص أو محو الفقر، هنالك الهدف 1 الذي يربط ما بين النمو وتقليص التفاوت في المجتمع. فتقليص هذا التفاوت ليس تلقائي، ويجب أن يكون تقليص التفاوت موضع سياسة تدخلية. هنالك البيئة مثلا فلم تكن تؤخذ بعين الاعتبار سابقا في الستينات والسبعينات، وأصبحت الآن ضرورية وتفرض نفسها في كل المجالات. وهنالك أيضا الهدف من 11 إلى 15. في آخر المطاف، فأن مسألة السياسات العامة هي مسألة خيارات، والإشكالية المطروحة هي إشكالية الترابط ما بين هذه السياسات، وهذا أمر مهم للغاية. فهنالك على الحكومات أن تقوم بوضع استراتيجيات على المدين المتوسط والطويل، وعليها أن تتمكن من الاختيار بين سياسات وأدوات يمكن أن يكون لها آثار تراكمية إيجابية، وقد يكون لها أيضا آثار متناقضة أو آثار سلبية. وعندما توضع سياسات عامة يجب أن تدار، ولكن تدار بشكل جيد يجب أن تتوفر المؤسسات الاقتصادية الممتازة، وهذا يدخل في إطار الهدف 16 سلام العدالة ونجاعة المؤسسات. إذن علينا نأخذ بعين الاعتبار ما يلي: يجب أن تتوفر السياسات العامة، يجب إدارة الأهداف المتناقضة، على الحكومات أيضا أن تتمتع بالأدوات المناسبة، وما من سياسات عامة جيدة من دون إرادة طيبة.